احنا في البدايه هنروح لزميلتنا العزيزه هنا ابو قاسم المتواجده حاليا في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. وبالمناسبه هي كمان هتكلمنا من ضمن الامور اللي هتكلمنا فيها كمان اخر التطورات واخر الانشاءات المتواجده في فرع الشيخ زايد. هنا صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم يا كريم وانا هوندو وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، وهنقل لكم كل اخبار النادي الاهلي، فرقه الرياضيه وكمان الانشطه. وزي ما انت قلت يا كريم، هيكون معانا خبر كمان ليه علاقه بالطفره الانشائيه الغير مسبوقه الحقيقه في كل فروع النادي الاهلي. لكن في البدايه خلوني ابدا باخبار الفريق الاول لكره القدم. النهارده الفريق هيواصل تدريباته، تجمع الفريق هيكون في تمام الرابعه عصرا على ان يبدا المران في تمام الخامسة مساء. بعد المران هيكون في معسكر مغلق هيدخل فيه الفريق استعدادا لمباراة غدا أمام الإسماعيلي في تمام التاسعة مساء. يعني طبعا مباراة غدا هتكون مباراة مش سهلة، الإسماعيلي خصم قوي، لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في رجال النادي الأهلي وإن شاء الله هيقدروا يقتنصوا 3 نقاط جداد. كمان طبعا كان استأنف الفريق تدريباته أمس، يعني مستر بيتسو موسيماني كان حريص على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين زي ما عودنا دايما. المران بشكل عام كان مبني على تدريبات بدنية وخططية، كمان قام الفريق بعمل أكثر من تقسيمة، كل ده ضمن الاستعدادات لمباراة غدا. الحقيقة أنه هايلايت المران أو جايد في مران أمس هو مشاركة جميع لاعبين الأولمبيكس بما فيهم اللاعب طاهر محمد طاهر اللي كان اشتكى من الإصابة بكدمة في القدم، وأيضا اللاعب محمود متولي بعد تعافيه من الإصابة اللي كانت آلام في العضلة الضمة، لكن اللاعبين شاركوا أمس في المران بصورة طبيعية. وأيضا طبعا شهد المران وجود الحاوي اللاعب الكبير طبعا وليد سليمان، يعني بدا يشارك تدريجيا. وانتم يا كريم هوندو كنتوا اتكلمتوا عن الخبر ده في حلقه النهارده. ده فيما يخص اخبار الفريق الاول لكره القدم. خلونا دلوقتي نروح للالعاب الاخرى. وقبل ما ابدا باخبار الالعاب الاخرى حابه انوه ان النادي الاهلي بيعلن عن بدء الاشتراك في اكاديميات النشاط الرياضي بالمحافظات. هيكون لالعاب كره السله، كره اليد، كره الطايره، العاب القوه، الكاراتيه، السباحه والتنس. طبعا هتكون في محافظات مصر المختلفه، وده امتدادا لاكاديميات النادي الاهلي سواء في مقره بالجزيره وفرعي النادي الاهلي بالشيخ زايد ومدينه نصر. بالتحديد هيبدا الاكاديميات في 4 محافظات، هتكون موجوده في كليه التربيه الرياضيه بمحافظه كفر الشيخ، بجامعه سوهاج بمحافظه سوهاج عفوا، مدرسه الديوان بمحافظه بني سويف، ومدرسه بايونيرز بمحافظه الاسكندريه. لكل مشاهدينا اللي حابين يشتركوا في هذه الاكاديميات يا ريت يتابعوا الموقع الرسمي للنادي الاهلي، هيكون في عليه ارقام للتواصل. طبعا كل ده اكيد هتكون اكاديميات بمستوى النادي الاهلي، وطبعا ده في اطار الحقيقه اهتمام النادي الاهلي باكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر. خلونا بقى دلوقتي نروح لاخبار الفرق الرياضيه المختلفه. وتنس الطاوله طبعا سيدات ورجال هيشاركوا في البطوله العربيه للانديه بالاردن. منافسات البطوله هتكون من يوم 17 أغسطس حتى 23 أغسطس. قرعة البطولة هيتم عملها يوم 15 أغسطس، وبعثة النادي الأهلي هتغادر للأردن يوم 16 أغسطس. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله يقدروا يحققوا أرقام كبيرة جدا في البطولة زي ما عودونا دايما. كمان زي ما عودناكم في 10 الصبح في الأهلي بنقول لكم مواعيد تدريبات الفرق الرياضية. تنس الطاولة النهاردة هيكون عنده تدريب على فترتين، فترة صباحية في تمام الساعة 11 ظهرا، و فترة مسائية الساعة 7 مساء. كمان سيدات كرة اليد هيكون عندهم تدريب الساعة 5 مساء في الجيم، وبعد كده هيكون عندهم تمرين الساعة 6 مساء في الصالة. أيضا رجال كرة اليد هيكون عندهم تدريب من 2 ل 4 في الجيم، وبعد كده هيكون عندهم تدريب في الصالة من 4 ل 6. وسيدات كرة الطايرة النهاردة عندهم راحة من التدريبات وهيستأنفوا التدريبات غدا في الساعة 6 إن شاء الله. يعني دي كانت أخبار الفرق الرياضية. كمان قبل ما أختم كلامي وزي ما انت قلت يا كريم حابه اكلمكم عن الطفره الانشائيه. يعني يمكن في 10 الصبح في الاهلي امس كنتوا بتغطوا الطفره الانشائيه في فرع مدينه نصر، كمان هنا في فرع الشيخ زايد في طفره انشائيه كبيره جدا، يعني بيتم بناء مجمع صالات الاسكواش اللي بيضم 8 ملاعب بالاضافه لصاله كاراتيه وصاله جمباز. كل ده طبعا لخدمه اعضاء النادي الاهلي وتقديم خدمه على مستوى واسم يليق طبعا باسم النادي الاهلي. يعني الحقيقه الطفره الانشائيه في 3 فروع النادي سواء في المقر بالجزيرة، هنا بفرع الشيخ زايد، أو بفرع مدينة نصر. يعني دي كانت أبرز الأجواء من داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو.
كريم. شكرا جدا ليكي يا هنا.